اكيد تاهت خدتها الريح في ليل باهت مع المجاريح. قلوبنا فين قلوبنا فين اكيد تاهت خدتها الريح في ليل باهت مع المجاريح. ومين فينا كتب مكتوبه بمزاجه بمزاجه؟ مين فينا أخد بس اللي محتاجه؟ ومين فينا كتب مكتوبه بمزاجه بمزاجه؟ مين فينا أخد بس اللي محتاجه؟ بنتحسر بدمع العين واللي عايشين نجيب الحق على غيرنا ومش عارفين قلوبنا فين. احسن طريقه نروي الارض 10 ايام غصب عن الحكومه. احسن لنا مش ممكن يا بابا. ازاي بقى اذا كان 10 في يا سماح؟ يعني انا متاكده ان انت حافظ الفيلم ده ومع ذلك مندمج فيه جدا. بطلي عبط، هو ده فيلم اتزهق منه؟ ايوه بس الشاي اللي انا عملته برد. الشاي ابرد يا حبيبتي بس المشهد مولع. عجبك كده؟ اصل انت ما عندكيش فكره الفيلم ده استقبلوه ازاي في العالم كله. الاستاذ محمود المليجي
خد عن الفيلم ده أكتر من جايزة. صحافة روسيا كلها قعدت تتكلم عن أدائه العبقري اللي لا يقل عن أداء أعظم نجوم العالم. ما تحاوليش يا سماح، بابا موسوعة في الفيلم ده تحديدا. طيب عن إذنكم أنا أجيب موبايل من الأوضة عقبال ما الإعلان تخلص. الفيلم ده يا سماح مثل مصر في مهرجان كيان الدولي، فن راقي نفتخر بيه قدام العالم كله. إيه ده؟ مين ده بقى اللي جاي يقطع علينا حلاوة الفيلم؟ طب خش حط الإسدال ليكون حضرة الضابط خطيبك بيتلكك وجاي يتعشى معانا. لا يا بابا مش هو ده، هو أنا ماتش النهاردة. أحمد أهلا وسهلا يا ابن خير. السلام عليكم يا عم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا متأسف على الإزعاج، لكن الأستاذ كان بيسأل على حضرتك وبيقول إنه عايزك ضروري. أهلا وسهلا، مين حضرتك؟ عثمان الراوي، معد برامج دينية، وشرفنا لقاء فضيلتك. مالك يا عبد الجبار؟ قلقان يا مولانا. قلقان ليه؟ مفيش داعي خالص للقلق، خلاص احنا ضيقنا عليه الخناق من ناحيتين، ناحية جوابات التهديد اللي اتبعتت له، والناحية التانية مندوب القناة الفضائية، أكيد ده حيغريه. أنا قلقان من رد فعل رضوان. لو عنده ذرة عقل يبقى حيوافق. لا ما افتكرش ده الاسلوب اللي ممكن يضغط على رضوان. والله يا سيدي الفاضل انا ما بحبش الاطراء، لان الاطراء يخلي الانسان يتكبر، وانا اعوذ بالله من الكبر. اخلاق متدين فاضل تخلينا نثق ان احنا احسننا الاختيار. انتوا ايه بقى؟ اكبر مؤسسه اعلاميه من مؤسسات الاعلام العربيه، وقناتنا الفضائيه كلها موجهه لخدمه الدين ولخدمه الدعوه الاسلاميه. وساتك بقى بتعرض عليا اشترك في برنامج اعرض فيه فصول كتابي الاخير. كتابك الاخير؟ لا، هو الواقع البرنامج المفترض فضلتك تعمله لنا ملوش علاقه بالكتاب. برنامج فضلتك تعمله يتم بالاتفاق مع اداره القناه وبالاجر اللي فضلتك تطلبه. اجر؟ الحكايه مش حكايه اجر، المساله يا سيد الفاضل تحتاج الى ايضاح اكبر. مين تاني؟ ده الظاهر عبد الله، السؤال انا هيقول لنا موضوع مهم. ماشي يا عم على اذنك. عبد الله. السلام عليكم يا شاعر. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. اهلا. هاي. هاي. بابا فين النهارده؟ بابا جوه مع واحد صاحبي. الظاهر بيتفق على برنامج جديد. كويس، انا كمان عندي ليه اخبار زي الفل اللي على فض مشروع. لا ما تقولش، المشروع اتقبل. بشراسة يا أستاذ. مبروك يا باشمهندس يا عبقري حبيبي. السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتوا بتتفرجوا على فيلم جامد ده، بس خسارة ده في آخره. والله يا عم مليجي ده يستحق أوسكار. عبقري. إيه ده إيه ده؟ استنوا استنوا. هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية عن بالغ تعازيها لعائلات شهداء هذه العملية الإجرامية التي وقعت منذ ساعات قليلة، والتي تشير أصابع الاتهام فيها إلى هذه الجماعات التكفيرية التي تتواصل عمليات الحرب ضدها في سيناء. تقدم الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. هي الجماعات دي بقى مش هتهدى ونخلص منها ولا إيه؟ الناس دي أبعد ما تكون عن الدين. طبعاً أهو، ولا يعرفوا القرآن ولا عمرهم سمعوا الآية الواضحة الصريحة. أي آية يا أخ عبد الله؟ الآية اللي موجودة في سورة المائدة اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها
فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. مين بقى اللي ادى للناس دي الحق ان هم يقتلوا الانفس بالشكل ده؟ ما هم اكيد شايفين من وجهة نظرهم ان ده نوع من انواع القصاص. قصاص بالطريقة الهمجية دي؟ طب يا جماعة اتفضلوا اقعدوا قبل ما اجيب لكم عصير. اللي بتقوله ده مرفوض شكلا وموضوعا يا استاذ عثمان. في ايه بس؟ ايه اللي انا قلته واخده فضلتك مني كده؟ كل اللي انت قلته اخده فضلتي. والسبب؟ السبب ان القناة المشبوهة اللي انت بتمثلها بعتك عشان تشتريني، وفاهمة ان ريح هيجري قدام الدولار واليورو عشان اقدم برامج تضر بالاسلام وما تفيدهوش. يا مولانا. مولانا مش عايز يغضب اكتر من كده. عرضك مرفوض بتاتا. افتكر حضرتك خدت واجبك، وانا وقتي ما يسمحش المقابلة تزيد عن كده. تفضل يا استاذ. تفضل، مع السلامة. انا اسف جدا لعدم اتفاقنا. الاتفاق ده لا يمكن يتم. فهم القناة بتاعتكم تتبع الاسلوب الحقير ده، وفاهم القيادات بتاعتك والمسؤولين على القناة ان انا مش حاسبهم. هفضحهم في كل وسائل الاعلام لغاية لما ربنا يهديهم ويعرفوا يعني ايه صحيح الاسلام. احمد. ايوه يا عم. خد الاستاذ يا ابني وصله مطرح ما جبته. حاضر. بس حصل ما فيش بس ولا حاجه. خلاص وصله وطمن انه ركب عربيته ومشي. مع السلامه. السلام عليكم. ساتر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه الناس دي؟ ايه الحكايه يا بابا؟ في ايه؟ لا اول مره اشوفك متعصب كده يا بابا. هو تبع قناه ياها ولا ايه؟ ما بعدتش عن الحقيقه يا ابني. هو نفس الاسلوب الخسيس ونفس السياسه الحقيره. اتفضل. اما راجل غريب غرابه ده اللي زيه خط ومالوش مسيح. غلطان انا يا استاذ احمد؟ ما اقدرش ارد عليك، اظنك فاهم. السلام عليكم. في الحقيقه اخبار مش كويسه. هو رضوان دنيا ده ما يجيش من ناحيته خبر يسر ابدا؟ طب بقول لك ايه، انت واحمد تروحوا على بيت عبد الجبار اللي في كرداسه، كل واحد لوحده طبعا زي ما هو مفهوم. خلاص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا رضوان رفض طبعا. رفض بقلة أدب وتطاول على الدين. أنا قلت قبل كده ده ما ينفعش مع الأسلوب الهادي. أنا إذا كان علي أهدر دمه وريح الإسلام من شره. الحمد لله. تسلم الايادي. ما تفكرناش بقى يا بندال، ما انت عارف كل ما بنسمع الاغنيه دي بتعمل فينا ايه. حقيقي يا سالم تسلم يدك. اللي يشوفك وانت بتخرج الرصاصه يقول انك جراح ماهر ومتميز في عالم الطب. احنا اتعلمنا واتدربنا كتير وكله في خدمه الدين ان شاء الله. انت كنز يا سالم، كنز غالي، لازم الجماعة تحافظ عليك بأي تمن. مش هيحصل ومش هنسيبهم. أقسم بالله ما هنسيبهم غير لما نجيبهم على الدر أبيهم. أنا قلبي بيقول إن الناس دي هم نفسهم اللي نفذوا العملية بتاعت الأمن الوطني اللي فاتت. آه مؤكد طبعا. ليهم قيادات بتخطط لهم جوه القاهرة وبره القاهرة. إيه؟ بتقول إيه؟ إزاي الكلام ده؟ جواب جيل عمي؟ آه. طب وزي هو ما قلوش حاجة زي كده؟ طيب ماشي خلاص يا بابا. بص أنا هقفل معاك دلوقتي وبعد كده أنا هبقى أقعد معاه وأشوف الموضوع ده يفيدنا إزاي. سلام. محمد رسول الله. أيوة حاتم. التقرير فين يا حاتم؟ يا حاتم ما ينفعش تأخير، ده ظروف ايه؟ يا حاتم الثانية اللي بتعدي ليها تمنها، وللأسف التمن بقى دم. إن شاء الله يا بابا كل الألم اللي أنت حاسس بيه هيروح مع المرهم ده. بس برافو عليك إنك لقيتيه. ليه؟ هو ناقص؟ الدكتور ياسر قال مش هنلاقيها إلا في الأجزخانات الكبيرة. بالراحة بالراحة يا ماما، الدكتور قال التدليك يكون بشويش ونفضل نعمل كده لحد ما الجلد يشرب المرهم كله.
ما شاء الله، ده انت حفظتي تعليمات الدكتور بالحرف. امال انا كنت جايه اتفسح مع حضرتك، ما طبعا لازم اخد بالي من التعليمات وانفذها بالحرف. طب و انت رايك في ايه؟ في المرهم؟ لا، في الدكتور. اه شكله دكتور شاطر بيفهم. بس كفايه يا ماما كده، يتغطى بقى ويتدفى كويس. يلا تصبحوا على خير. وانت من اهله يا حبيبتي. زينب ايه وراها؟ ما قالتش كلمه مفيده. حاضر 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 يا اخوي، سهلها من عندك يا رب. ابدا، قلت الحاج قبل ما تنامي. لا مش هنام دلوقتي، انا لسه هقرا ورد الليل. ربنا يتقبل منك ويسعدك ويفرح قلبك قادر يا كريم. الله، ايه الدعوتين التعمين دول؟ ربنا يخليك يا ست الحبايب. خير؟ لا خير ان شاء الله، اصل يعني لقيتك كده هربتي اول باباكي ما سالك عن الدكتور ياسر. هربت؟ لا طبعا ما هربتش، هو سألني عن رأيي فيك دكتور، وانا قلت له ان هو شكله دكتور شاطر وبيفهم. شاطر وبيفهم بس كده؟ بس كده يعني ايه؟ يعني هو ده رأيك فيه بس؟ يعني مالكيش رأي فيه كراجل كشاب زي الفل وظروفه ممتازة ومش مرتبط؟ ماما هو ايه الحكاية بالظبط؟ انتي وبابا كلامكو غريب جدا. هو الدكتور ياسر عايز يتقدم لي ولا ايه؟ يا ريت يتقدم لك يا اختي. يا ريت؟ ايوه، دي الف بنت تتمنى وتسعى له كمان. تتمنى وتسعى له؟ هو انتوا هتخطبوا لي ولا ايه؟ لا لا، احنا بس ماما. هو انا ايه بالظبط؟ بضاعه في السوق بايره ومش لاقي حد يشتريها وبتدللوا عليها؟ هي بنتي، لا احنا بنهيئ الظروف المساعده، مجرد الظروف المساعده. والظروف دي بقى بتهيئوها لمين؟ للدكتور ياسر ولا ليا؟ ليكم انتوا الاثنين. وفريدي بقى ان انا تجاوبت معاه وهو ما حسش بيا خالص، ابقى كسبت ايه انا غير كسره قلبي وهم جديد يتحط فوق همي؟ وليه بس اللي هيخليه اللي هيخليه ما يحسش بيا؟ عادي، حقه وحق اي حد في الحياه، زي ما انا من حقي دلوقتي ان انا ارفض الطريقه دي واقول لك من دلوقتي ان انا مش حاسه ناحيه الدكتور ياسر ده باي حاجه مميزه. انسان كويس وطيب واخلاق ومتدين، لكن مفيش حاجه حركت قلبي من ناحيته ولا تخليني اوافق عليك كزوج. لا حول ولا قوه الا بالله. ارتاحي بقى يا ماما، ارتاحي وردي بالاسم والنصيب زي ما انا عملت وخلاص. يمكن ربنا يكون ليه حكمه في ده، مش يمكن، اكيد اكيد ربنا ليه حكمه في ده. ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن هيعدي اللي بيعمله رضوان دنيا ده. ودخله ايه ربنا سبحانه وتعالى في اللي عمله رضوان دنيا؟ انت بتقول ايه يا والدي؟ ده عرض اتعرض عليه انه يقدم برنامج فرفضه. ايه الغلط اللي ربنا عاقبه عليه بس؟ بانك اتجننت، مش وقته ان عازبك. لا وقته يا شيخ عبد الجبار، وقته ان يفهم انه مش مجرد رفض. الاستاذ رضوان اللي بيدعي انه مع الاسلام بيهاجم قناه محترمه بتدافع عن الاسلام وعن تطبيق شريعه الله. اعوذ بالله من غضب الله. ومش بعيد ان بيعتبرنا وبيعتبر امثالنا من الارهابيين، الكلمه اللي بقت لبانه ببق الكل. خلاص يا عثمان، تعملت اللي عليك، ابعد انت عن الراجل ده واحنا هنعرف نتصرف معاه. يعني الاوامر وصلت يا شيخ عبد الجبار؟ ايوه وصلت. طب استاذن انا. اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مع الف سلامه. مع السلامه. الله يسلمك. مع الف سلامه. اللي انت قلته ده، اللي انت قلته لا يمكن اسامحك عليه. يا والدي انا كان قصدي. قصدك ايه؟ انت معايا ولا معاه ولا مع مين بالظبط؟ ولا رضوان ضحك عليك بكلامه المعسول، قصدي المسموم؟ رضوان الدنيا بيهد في اركان الدين، ده كافر. يا والدي انا، انت لو عدت الكلام ده تاني انا هعيد نظرتي فيك. كان
نفسي افخر بيك زي ما انا فخور باخوك سالم اللي شايل روحه على كفه ويحقق نجاحات في كل مكان ضد اعداء الاسلام. احنا في حرب، عارف يعني ايه حرب؟ احنا بنحارب الكفره فوق. ربنا سبحانه وتعالى يسامحك. جينا من امتى؟ من بدري. انا عايزه اتكلم معاك. عايزه تقولي ايه؟ اللي سمعته وجع لي قلبي ورعبني. سمعت يا هاجر؟ سمعتك وانت بتقول لاحمد انت كان نفسك تفتخر بيه زي سالم اخوه اللي شايل روحه على كفه. انا من بدري كان قلبي حاسس ان ابني في خطر وسط النار. المفروض تفرح يا هاجر، ابنك بطل، ابنك مجاهد بيدافع عشان رايه الاسلام تبقى خفاقه لفوق. يا ابني ده هيفضل يجاهد كده لحد امتى؟ لغايه ما نرفع رايه الاسلام ونقضي على الكفره. هيفضل بعيد عني سنين طويلة، لا أنا عارفة إيه أحواله ولا إيه اللي صابه. أنت لازم تفرحي مش تقلقي عليه. أنا أمي عبد الجبار. وأنا أب وأعرف مصلحته كويس. وأنت عليك السبب والطاعة. الكارثة يا محمود يا أخويا إنهم مش معترفين بجهلهم وإن كل تفسيراتهم متخلفة وغير دقيقة. يا حاج ما إحنا عارفين إن الناس دي كلها واخدين الدين ستار، كل غرضهم يوصلوا للحكم. على فكره بابا انا بربط بين زياره الجدع ده بتاع القناه وبين جواب التهديد اللي هجيل حضرتك في البوسطه. ده استنتاج ذكي يا عبد الله. يعني ايه ابي؟ يعني بتوع القناه دول هم اللي بعتوا التهديد؟ هي الحكايه مش حكايه قناه سماح. الربط اللي يخش العقل يا عمي ان في جهات كتيره بتخطط وليها علاقه بكل ده. القنوات الفضائيه المشبوهه والعمليات الارهابيه اللي بتحصل في كل حته. لما لقوني ما تهزتش من التهديد بتاعهم وما هربتش قالوا يلعبوني وحاولوا يرشوني. عندك حق يا عمي. عمي حضرتك معاك الجواب بتاع التهديد ده؟ انا خليت عمر يصور منه 5 نسخ عشان نقدر نوديه لاكتر من مكان، نيابه او صحافه. طب انا محتاج نسخه من الجواب ده سماح بعد اذنك. برضو الرجاله نفسها غشيم في الاكل. الولية شادية مع انها كانت مزربنة وقلت بعلاها وتغابت بس كان نفسها جامد بنت ليه في العكاوي. ربنا يوعدك كده معلمي بقوس صغير يدلعك ويرحمك بقى من ايد الغشيمة دي. هي صفية الطريقة المهلبية مفيش غيرها. لا شهور العدة لسه فاضل عليها ايام. ما انا مش هفضل قاعد تحت رحمة شهور العدة دي. الله الله جرايا كفاءة. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ الكلام ده عدم لا مؤاخذة كده شمال. افهم يا دغوف. يا ده انا قصدي لازم اقيق السكة ومهد الطريق للعملية الصعبة لحد ما يكون الأوان. وماله؟ سهلة وبسيطة وفي ايدينا. هتلاقي هدية تزغلل بيها عينيها وتروقها زي ما كنت بتعمل معاها زمان. نظرية برضو يا ابن بهيجة شخلة. عليا النعمة قلبك حنين وكفاء ولو ان امي كان اسمها سنية شخلة. يعني حضرتك شايف ان الموقع ده مناسب يا حاج؟ انا شايف انها مناسبة جدا. منطقة 6 اكتوبر الصراعية كلها ممتازة. الحمد لله رب العالمين، ربنا يطمن قلبكم وريحتوني. استأذنكم انا بقى اروح اعين على الطبيعة. مع السلامة زي اخواتك وسيبوني انا وراجل العجوز ده لوحدنا. طب هنعمل ايه يا حاج بالشغل؟ يلا سلام عليكم. عليكم السلام، ربنا معاك. يعني انت مستغرب ان احنا هنقعد مع بعض؟ ما احنا عندنا اشغال اكتر منهم. عايزين بقى نقعد مع عبد المنعم ونشوف حكاية العيادة. وبعدين كمان فلوس الزكاة عاوزين نعرف هنوزعها على مين ومين. نبقى نرتبها مع الشيخ خلف وعبد الوهاب القاضي. عبد الوهاب القاضي هو فين اساسا؟ احنا ما بنشوفوش الا ساعة الصلاة وخلاص. Thank you.
جاي من الحج المره دي متربس دماغه مش هينفع نقوله لا. ليه بقى يعني مش هينفع نقوله لا؟ يا ماما انا مش مقتنعه، مش مقتنعه. اسمعي الكلام مش هيعديها. بقول لحضرتك ايه، صاحبات كتيره عندي قوي لبسهم زي كده واصخم مني كمان، وعادي يعني الموضوع مش باللبس. وبعدين معاكي ماما، حضرتك ليكي تأثيرك عشان خاطري. كلميني يمكن تعرفي تأثري عليه عشان خاطر لولو حبيبتك. يا حبيبتي خدي على قد عقله بدل ما يخنقك ويزهقك في الخارجة والدخل. أنا قلبي عليكي. أنافق ها؟ مش هنافق على فكرة، ولبسي هيفضل زي ما هو، هلبس زي ما أنا بلبس كده بالظبط. قلتي إيه؟ براحتك. تحب كان دايما هو ده المنطق، ياخدوك على قد عقلك وينفذوا من غير اقتناع كل حاجه كانت بتحصل من غير اقتناع، لمجرد انك تبقى البنك اللي بيدفع وبس. يا رب يا رب انت عارف اني كنت دايما بحاول ارضيك وانفذ اوامرك، لكن كل ده كان صح ولا غلط؟ يا رب كان صح ولا غلط؟ اصل الحوار كله فكرته. انت نيتك ايه؟ نيه ايه يا بنيه اللي انت بتتكلم فيها؟ فكك. نيه لولا انها تخرج وتغير، تشتغل وتتجوز، تفكها بقى من جو البيت الكلاسيك اللي هي عايشه فيه ده. وانت بقى حلوه نيتك كده؟ لا 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 لا، انا حوار الشهادات ده مش في دماغي خالص. انا اهم حاجه عندي البزنس. طب وبالنسبه للجواز بقى ايه؟ جواز ايه؟ انت هتدبسنا ولا ايه؟ ركز في اللي معاك. شفتي بقى؟ عنده حق، خليهم بقى براحتهم واحنا كمان براحتنا. نفسي انجح قوي يا تيم، نفسي اخد البكالوريوس. الله الله، لو خدت البكالوريوس هي دي البوابه الحقيقيه اللي هتخرجني للحريه. هنطلق. طب ايه، ومش نفسك بقى في تقدير كمان؟ يا ريت. وحد يكره؟ انا بقى هحقق لك حلمك ده. ازاي؟ الحوار كله يا ستي يتلخص في القرص ده. قرص؟ ايه؟ اتخضيتي ليه؟ ده قرص بينشط الذاكرة وهيأفور التسكير عندك، هيخليكي بقى تاكلي المقرر كله. هم كله طب وماله؟ ما تستفيدي ونلعب معهم اللعبة دي. بقولك يا نورة، أنا ملياش في الحوارات الفاضية دي، جو البرشام والقراص والحاجات دي يا حبيبتي جو خسران، المواضيع دي خطيرة، وأنا بقى مش عايزة أي حاجة تأثر لا على مستقبلي ولا على جمالي. يا بنتي، وأنا بقولك تاخديها عشان تسهللي وتركزي والمشوار ده. أمال خيالك موديك على فين؟ خيالي إن إحنا نلعب لعبة بيزنس، العيال دي صايعة وليها وضعها في المشوار ده موت. يعني إيه؟ يعني نظبط حاجات نطلع منها بكشات وما نخسرش العلاقات مع الاثنين، اصلهم بصراحه مزين وينفعوا للجواز على اللونج ران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفاه ده؟ عصافير جهنم؟ يخرب عقلك، ده انت كلامك ولا كلام الشياطين. مش شياطيني، بقول لك لعبت لعب البيزنس ده كتير قبل كده، وياما عملت منه خميره من ورا طنطك هويده كمان. اسمعي كلامي انت بس، هتيجي كسبانه كتير. الحوار ده ممكن يوصلنا لحاجات مهمة أوي يا حاتم. يعني الفايل تمام سيادتك؟ تمام أوي كمان. تلاميذك يا باشا. عارف العيال اللي احنا مسكناهم من خلال الإرهابية اللي في الطلبية دول؟ العيال دي أكيد ليها علاقة بشكل أو بآخر بالعمليات اللي بتتعمل في سينا. فبرضه اللي أنا استنتجته سيادتك. ايه ده؟ ايه مش ممكن. نفس الاسلوب ونفس الخط. مش ده الجواب اللي بعتونه تهديد للصحفي بتاع الحقيقة؟ نفس الخط ونفس الاسلوب. الجواب ده جواب التهديد اللي اتبعت الاستاذ رضوان دنيا. رضوان دنيا؟ مش ده بتاع الكتاب ال هو بالظبط.
منطقه دمهم يا حاتم، مهمه قوي. بقول لك يا حاتم، امر يا باشا. التلات عيال اللي اتقبض عليهم الفتره دول تمامهم ايه؟ اتنين منهم اتصابوا اصابات خطيره اثناء الاشتباك معاهم، وللاسف ماتوا اثناء التحقيق. والتالت؟ هربوه بعد محاكمته، هجموا عربيه الترحيلات وهرب. اهو الواد ده هو الامل يا حاتم. عايزك تجمع لنا كل المعلومات اللي توصلنا له تاني. الواد ده لو اتقبض عليه هيفتح لنا ضغط امل اللي جاي. انا عمري ما ايأس ابدا يالا، واي حاجه تعجبني لازم اخدها. كفايه يا معلم، بس الشباب دول لو عرفوا يسلكوا الموضوع اوبا يبقى النوبه الجايه الطقف التاني يا سيدي المعلمين. خليك هنا يالا، اروح للاستاذ مشيل اصطاد منه حاجه. كفايه يا سيدي المعلمين. مساء الخير يا استاذ مشيل. مساء الخير يا علي مشيح، ازيك؟ الحمد لله. بقول لك ايه، عايزك تستقبلي حته دهب كده على ذوقك العالي. انت نويت تاني ولا ايه يا معلم؟ ده انا كنت سامع ان انت طلقت تاني مره، قصده يعني تسع مره. وماله، بالحلال، كله بالحلال. حنينا ليك يا معلم. وهي مين المره دي؟ لا يا عم مشيل، داري على مزتك تتجوزها. وكلام في سرك بقى، انا لسه ارمي الطعم. يعني طلع حرارة هو اللي بيسلم كل الشغل يا صبحي؟ هو وصبيه بتاع المحل بيسلم كل حاجة. فهمني طبعا يا محلني. ولو صدقت يا شادي وطلع كلامك كله أصلي. أوه، دي شكلها دخلت المزاج العالي يا معلم. إيه، المشوار ده لسه قدامه ياما. المهم دلوقتي الحرارة هتشيحة من كل ناحية. الله عليك، حلوه ريحه الحراره دي يا معلم. يعني وصلت؟ ومش بس وصلت، ده اعتبرها اتنفذت. مش ممكن يا منى، مش ممكن الطريقه اللي انت بتكلمني بيها دي. انت قلبت 180 درجه. انا ما قلبتش ولا حاجه. ماشي، كاني ولا بحس ولا بفهم. انا قعدت يومين بحالهم ادور لنفسي على غلطه غلطتها معاكي ما لقيتش. يبقى ليه بتعملي كده وانت عارفه كويس انت بالنسبه لي ايه؟ عارف ان انت اكتر حاجه بحبها في الدنيا، ان حبك ده زي الهواء اللي بتنفسه. يا عمر انت مش فاهم، انا بس عندي ظروف في البيت. اخيرا قلتي لي على اي مبرر. طب قولي لي ايه هي الظروف اللي عندك، يمكن اقدر اساعدك. لا، هو الموضوع مش كبير قوي لحد المساعده يعني. بابي بس تعبان شويه، ومامي مش قادره اشيل البيت لوحدها، بضطر ابقى معاها كتير. ده غير خلاص الامتحانات على الابواب ولازم اكون مستعده. يعني الحكاية مش بسببي، ولا من قريب ولا من بعيد. لا أكيد لا. الحمد لله. معلش يا حبيبتي، إن شاء الله كلها يوم ولا يومين بالكتير قوي بابا يرجع بألف سلامة إن شاء الله يا رب يا رب. وأنا أقسم لك بالله هدعي له في كل صلاة بصليها زي ما بدعي لبابا بالظبط. من أنت وحشتيني. هما إحنا في الجامعة؟ الشريف سامح جاي هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك يا عمر. على ايه؟ انا خلاص حجزت المسرح اللي هنعمل عليه الحفلة، واغنيتك هتبقى اول فقرة. بجد؟ حبيبي. مبروك يا عمر. مبروك يا شريف. عن اذنكم. هي مالها يا ابني؟ لا مفيش، مشدودة شوية. كلنا مشدودين. المهم انا فرحان جدا ان الحفلة تعمل في ميعادها، ومش هنستسلم لأي تهديد من اخوانا اياه. التهديد ما بقاش يخصك انت لوحدك يا دكتور. يا برهان يا اخويا، التهديد للبلد كلها، التهديد لمستقبل المنطقه بحالها. لا لا لا، انا مش قصدي على المعنى العام، انا قصدي على المستوى الشخصي. ايه ده، في حد تاني جاله جواب تهديد؟ اوعى يكون هددوك انت شخصيا. اوعى ليه، هو ده اللي حصل. امتى ده؟ لسه طازه، وجالي الجواب بصفتي رئيس مجلس اداره دار النشر. الجواب معاك؟ ايوه. طب الرهولي. ده شكله كده نفس الظرف اللي بيجيلي. بيقولوا لك فيه ايه؟ تهديد صريح بعدم نشر الطبعه الثانيه من كتاب دنيا جديده، والا العواقب هتكون وخيمه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ناس دي اتجننت ولا ايه؟ هم لا يحكمونا لا يموتونا.
قصدك يا عمي يحكمونا يكفرونا ويعلقوا لنا المشانق ويقتلونا كمان. انا عمري ما شفت غباء بالشكل ده. غباء يا جماعه، احنا جايين نزور المريض ونطمن عليه، مش نعاكن عليه. لا يا عم انا خلاص بقت ركبته كويسه وان شاء الله هيشاركنا في كل اجتماعاتنا. نطمن من الدكتور، ايه الحاله يا دكتور؟ لا احسن جدا الحمد لله، ومن بكره يقدر ينزل الجامع ويصلي الفرض بفرضه. ربنا يسمع منك. لا اخبار الدروس ايه يا عم رضوان؟ عمي عبد الوهاب واحنا جايين قال لي ان حضرتك مبدع في الدروس. هو يعني عمك رضوان بيخترع؟ ما هو تقريبا فصل كامل من كتابه. بابا بيلعبك يا عم رضوان، بس انا مصدق كلام عمي عبد الوهاب، وهتردد ان شاء الله من الليله في دروس العلم بتاعت حضرتك، بس انا ليا شرط. شرط؟ هو في برضه شروط على جلسات العلم؟ لا انا مش قصدي يا عم رضوان، بس لان الشرط ده يهمنا كلنا. اللي هي ايه بقى يا حضرة الظابط؟ كنت عايز صورة من جواب التهديد اللي وصل لدار النشر، ولو مش مع حضرتك النهاردة يا ريت تجيبهولي بكرة أو بعده بالكتير. ماشي يا حضرة الظابط، بس يلا بينا بقى لأحسن العيش على أذان. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله أكبر. الله العظيم يا رب. ايه ده يا معلم؟ الله سلامة العيون الدبالي ده، تعبان عدم المؤاخذة، اصلي وعيار 21. تعبان؟ ما تخافيش ده مش مسموم ما بيعطش. ولزومه ايه بقى ده ان شاء الله؟ هدية للقمر، وانا متأكد انه هياكل من الدراع الملبن ده حتة. ما تلم الدور يا معلم وتبطل يا اخويا كلامك اللي بيشرق ويغرب ده. الله الله فيها صفية، مالك غمقتيها كده وخليتيها اسود مشجر بكحلي؟ هدية والنبي عليه الصلاة والسلام ايه بالهدية؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك تترازل على الولاية وترمي بالك عليهم؟ مش كل الطير اللي يتاكل لحمه يا معلم. لحمة مين وانا محتاج لحمة؟ انا مالك اللحمة يا ست، انت غلطانة. وانا انا اللي بحذرك والاخر مرة يا معلم، انت راجل قيمة وسيمة على نفسك يا اخو، لكن تقرب تاني من شرفي ولا من سمعتي قسما برب العز ما هتلاقي مني غير كل راضي وكل اللي يوجعك ويعرفك مقامك صح. نعم يطلع ايه اللي اتقال ده؟ الكلام ده اللي اتقال صح بيتقال المعلم شيحة؟ دي المعزة كانت ولادها بصحيح يا ولاد، والوحش اللي بياكل المهلبية ولا المهلبية اللي بتاكل الوحش؟ ماشي يا صفية، الأيام بيننا، ما يبقاش ده على ذكر. المربيتك يا صفية مهلبيه.